الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما يساوي المضاعف. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين يا لطيف بالعباد يا رؤوف بالعباد اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وأصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله ظاهرا وباطنا نفسا وروحا وقلبا وجسدا ومالا وأولادا وذرية وأهلا وعشيرة وأمة يا رب العالمين فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد بخلقك يا رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب دعوة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شريفه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. الحديث 64 حديث كراهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت عنده ذهب أو يمسر أو يمسر، يعني النبي ما كانش يحب عنده مال فائض في بيته يبيت، فأي شيء من هذا كان يتصدق به مباشرة صلى الله عليه وسلم، وهذه حال لا يستطيعها إلا أولي العزم، لا يستطيع به الحل ذلك، يرخص للمسلم ان يبات عنده بيته منه ما شاء طالما بيأدي زكاة لا على سبيل الرخص وليس على سبيل الاصل. الاصل العزيمة ان اول باول كل يوم برزق جديد، كل يوم برزق، والله اليوم ده رزقه شبعك تقول الحمد لله، رزقه جوعك تقول الحمد لله، وتمشي يوم بيوم برزق. دي عزيمة وليست رخص. الرخصة اللي احنا عايشين بيها، يبقى عندنا ثلاجة وجيب فريزر وأوضة خزين ورصيد في البنك ودولاب هدوم شتوي ودولاب هدوم صيفي، واخد بالك، وشغلانة ونملية ومخازن وشغلانة كبيرة. ده على سبيل ايه؟ الرخصة. يعني احنا أصلا من أهل الرخص مش من أهل العزائم. أهل العزائم حاجة تانية، معلوش اللي على همته وهدمة اللي بينام فيه، مفيش كده، مش محتاج دولاب ولا محتاج سرير بصحارة عشان يخزن فيه ولا محتاج أوضة خزين، هي كل بيته أوضة واحدة، النبي كان بيته كله أوضة واحدة صلى الله عليه وسلم، مفيهاش حاجة، هي اللي بينام فيها وهي اللي بياكل فيها وهي اللي يقابل فيها الوفود وهي اللي بيقعد مع زوجاته فيها ويقعد مع أحبابه وأصحابه فيها، هي مفيش غيرها صلى الله عليه وسلم. فحال النبي حال العزائم، أهل العزائم، عشان بس تعرف نفسك إنك أنت من أهل الرخص، خليك كده، اعرف نفسك، ما تقولش إن أنا بقى من الرجال العبال، فين أنت؟ إحنا لولا محبتنا للنبي ما عندناش أمل نهب ربنا أصلا، إلا محبتنا للنبي، نستخبى وراه كده ونخش، إنما غير كده إحنا معطوبين. معطوبين معطوبين 100%، واللي يقول غير كده يبقى واقف بنفسه مألف، لكن هو حال النبي حاجة تاني صلى الله عليه وسلم، ولازم يبقى حاله كده عشان هيشيل الأمة كلها وراه. لازم يبقى ربنا يخلق لنا واحد حاله عالي قوي عشان يجبر بيه نقص أتباعه. عشان كده النبي كان يقعد يستغفر في النهار والليل 70 مرة. بعض الصحابة يقول لك كنت أعد للنبي استغفار في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. طب النبي بيستغفر ليه لما بيأثرش؟ بيستغفر بذنوب أمته، وعارف إن أمته هتعك ضعاف، فهمت؟ فكان استغفار النبي للأمة مش لنفسه.
فالنبي يقول انه لا يغان على قلبه، يعني ذنوب امته بتاثر على قلبه. يوم يستغفر يوم قلبه يفضل ايه؟ انه لا يغان على قلبي لولا ان استغفر الله في اليوم 100 مره. ده الغين اللي على قلبه ده يعني اثر الذنوب بتاعت الامه على القلب الشريف صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناد عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته. عادة النبي ما بيختم بيصلي يفضل في مكانه ويختم الصلاة. المرة دي حاجة غريبة، النبي سلم ولو دخل على طول بسرعة بيته ورجع تاني. حاجة مش معتادة، فتعجب الناس. ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، تبر يعني ذهب، ذهب في تربته. الذهب في تربته يسموه التبر. لو يحتاج بقى تعرضه للنار علشان تطلع منه الذهب خالص. سبائك يعني. سبائك مختلطة بغيرها من المعادن. سموها تبر. فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمي. بقسمي. بقسمي يعني تقسيمه على الفقراء يعني. فهنا يجوز الوكالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته ايه؟ ابعتوا قسموه بسرعه. يبقى يجوز الوكاله في التصدق. الشرط انت تعملها بنفسك. ظاهر الحديث يدل على جواز العمل مع على ما يذكر المرء وهو في الصلاه اذا كان فيه صلاح لها وليس بمفسد للصلاه. يعني كونك تذكرت شيء في الصلاه وهذا الشيء فيه طاعه لا يفسد الصلاه. ولك أن تعمل بمقتضى بعد الصلاة مباشرة. كويس؟ والكلام عليه من وجوه، منها جواز العزم على عمل طاعة وهو في الأخرى. يعني هو في الصلاة عزم أما يخلص يعمل طاعة ثانية. فإذا هذا يدل على جواز العزم على طاعة أخرى وأنت في طاعة متلبس بها. لكن محتاج إلى بيان صورة الذكر الذي لا يفسد الصلاة من الذي يفسدها، لأن في بعض الخواطر قد تفسد الصلاة، تخرجك عن إيه؟ عن حتى تخليك مش فاكر أنت صليت ركعة ولا ركعتين. تخليك حتى متلخبط خالص. وما بين ذلك والوسط اللي بينهم، اللي بين بقى إيه؟ يشوش الصلاة لكن لا يفسدها؟ وبين الذي يشوش الصلاة ولا يفسدها مطلقا بل يجوز ويكون ايه؟ يعني من مقاصدها، لأن مقاصد الصلاة فعل المعروف. فلما جاله خاطر فيه معروف هو الصدقة، فده لا يفسد الصلاة أصلا، بل ده من ايه؟ من مقتضيات الصلاة نفسها. والكلام في هذا بأن نذكر أولا أنواع الخواطر التي ترجع للنفس. احنا عندنا خواطر ايه؟ أربعة. الخواطر أربعة لا خامس لها: خاطر شيطاني وخاطر نفساني، ساعات يسموه شهواني أو نفساني. هذه اثنين خواطر أهو، خاطر نفساني وخاطر شهواني أو خاطر شيطاني وخاطر شهواني نفساني، واثنين تانيين يقابلوا الاثنين دول: خاطر رباني يسموه ساعات رحماني وخاطر ملكي. كويس؟ يبقى الخواطر أربعة، اثنين مذمومة واثنين ممدوحة. الاثنين المذمومين الشيطاني والنفساني الشهواني، والممدوح الملكي والرباني. واضح؟ سهلة؟ وهي إما نفسانية وإما شيطانية وإما ملكية وإما ربانية. أو الشيخ أيضا قسمها لك الأربعة. عارف أنت بزور السيدة زينب في قبرين خارج الإيه؟ مسجد السيدة زينب.
قبل الشيخ عبد الرحمن العيدروس وقبل محمد العكريس، مش كده؟ محمد العكريس ده اخو سيدي ابراهيم الدسوق الكبير. طب وعبد الرحمن العيدروس ده راجل من اشراف اليمن، جه فكر مصر وعالم كبير وفضل قاعد في مصر لحد ما مات واوصل انه يدفن بجواز الكنانيه، بدفن هناك. الشيخ عبد الرحمن العيدروس ده له كتاب لطيف اسمه العرف الخاطر في معرفه ايه؟ العرف العاطر في معرفه الخواطر. الشيخ عبد الرحمن العيدروس اللي هو مدفون هناك. هو ليه كتب كتيره بس كله مخطوط، ده اللي مطبوع. ده الكتاب ده المطبوع اسمه العرف العاطر، والعرف يعني الحاجه اللي رائحتها حلوه زي الكيد زي النسمة. العرف العاطر في معرفه الخواطر. فاقتني هذا الكتاب واقراه هتنبسط منه. فاما الربانيه طبعا هيبتدي بالاعلى، لان اعلى الخواطر هو الخاطر الرباني. يلي الخاطر الملكي، يلي بعد كده الخاطر ايه؟ النفساني، واسواه واخسها الخاطر الشيطان. فاما الربانيه اللي هي الخواطر الربانيه فهي علامه على قبول الصلاه. يعني لما يجي لك خاطر رباني وانت في الصلاه اعرف ان ربنا قبلك. حصل اسمها مناجاة، مواقف. زي النفاري لكتاب اسمه المخاطبات والمواقف. يعني كان ربنا اوقفك وخاطبك من خلال هذا الخاطر. فاعرف انه لا يوقفك ولا يخاطبك الا اذا قبل. واضح؟ كانه يفهمك حاجه جديده، معنى جديد. يفتح عليك المعنى جديد، يحل لك اشكاليه معينه في ذهنك. تستشعر بحاله قرب. دون ان تنشغل عن صلاتك. فهمتني بقى ازاي؟ دون ان تنشغل عن صلاتك. فليسموها ايه؟ خاطر رباني، فهي علامه على قبول الصلاه، وهي اعلى درجات المصلين. وهي حقيقه المناجاه بالنسبه الى عالمنا. عبر عنها الصوفيه بكلمه المخاطبات او المواقف. عشان كده النفاري كتير كتبه يقول لك ايه؟ اوقفني وخاطبني، اوقفني وخاطبني. واخد بالك؟ يجيبوا خطاب من داخله. ربنا سبحانه وتعالى محله في جسد الانسان فين؟ في القلب. فيجي له بقى الخطاب من جواه. فالخطاب ياتيه من داخله. وهي اعلى درجات المصلين، وهي حقيقه المناجاه بالنسبه الى عالمنا، وهذه لها اهل يعرفونها. يعني في بعض الأولياء يعرفوا إن دي خطاب رباني، وساعات يسموه فهواني. في بعض الكتب الصوفية يقول لك الخطاب الفهواني. كل ده ماشي، معنى واحد. ما أنت لازم تعرف مصطلحات القوم عشان ما تخش في كتابهم ما تغرقش. في ناس بتخش من غير ما تعرف المصطلحات تغرق. ها؟ من الفهم. واخد بالك إزاي؟ التفهيم يعني. أهو مصطلح وخلاص. واخد بالك؟ فيبقى في ناس حالهم كده. سيدنا عمر كان كده منه. محدث. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن من أمتي محدثين. عشان ما حدش يقول بقى الصوفية بيجيبوا لنا الكلام ده منين؟ ما حصلش لسه. لا يا سيدي، كل حاجة كانت موجودة. ما حدش جاب كلام جديد على فكرة. لو هم وثقوا الموجود. وسيدنا رسول قال ان من امتي محدثين وان عمر لمنهم. يعني كتير بقى في كل امه كده تلاقي ناس محدثين كتير من امه الناس كتير. يبقى النبي سماها محدث والصوفيه سموها مخاطبات، هي نفسها معنى واحد. وسموه الايه؟ خطاب الفهواني. وبعض الصوفية عبر عنها بإيه؟ بالخاطر الرحماني. وبعضهم عبر عنها بالخاطر الرباني. يعني كل دي تعبير عن حاجة واحدة محدد. زي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أهو ده خطاب من داخله.
أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. مش كده برضه؟ فده كان خطاب إيه؟ إخواني إلهاني. يبقى يسموه ساعات إلهام كمان، يسموه إلهام. شوف كل ده في حاجة واحدة، معنى واحد. شوف ليه كام تعبير علشان ما تغرقش لما تخش بقى. كل شيخ بيستعمل تعبير معين لحاجة معينة فيها حقائق ثابتة، والألفاظ اللي بتعبر عنها كتيرة لكن الحقائق كلها ثابتة واحدة، وفي الآخر تلاقي كلها هي حقيقة واحدة. إيه هي؟ الله موجود بس، هي دي الحقيقة الواحدة اللي هيندرج ليها ويصل إليها كل الحقائق. عشان كده سيدنا علي يقول لك العلم نقطة كثرها الجاهل، العلم نقطة كثرها الجاهل. كل واحد يتكلم من جهة من جهة من جهة من جهة من جهة، وهي في الآخر هي حاجة واحدة. نلف وندور كلها حول حقيقة واحدة. واضح؟ وعشان كده يقول لك قل الله ثم نرى في خلقه. كلام. فكل الحقائق تدور حول معرفة الله والوصول إلى الله. واخد بالك ازاي؟ وهي حقيقة المناجاة بالنسبة إلى عالمنا، وهذه لها أهل يعرفونها، حتى أنه كان بعض أهل هذا الشأن من المحدثين يعني إذا قال له بعض أصحابه إذا دعا بالصلاة أو غيرها بدعاء في وجه ما، فيقول هل له سمعت الجواب بالقبول؟ ويقول ايه عندك؟ فيقول له هل سمعت؟ فله دي تيجي قبل هل، تتزلق الاجواب. فهم؟ لان عندنا الكتاب ده فيه تشويه. فيقول له هل سمعت؟ مش فيقول هل له؟ لا. وصلح. انا وريش صلح بالكتاب وقلت راجعها معاكم يعني، لكن هي عشان تتصلح تجيب له قبل هل، تنطلق الاجابه. فيقول له هل سمعت الجواب بالقبول والخطاب في الحضور ام لا؟ قال فان قال له نعم عرف انه قد حصل له قدم ما من اهل الخصوص، وان قال له لم اسمع، انا بدعي بس ما اسمعش حاجه من جوايا يعني، جعله من العوام. يبقى درجة عامة لسه لم يرتقي إلى إدراك أن الله ما ألهمك بالدعاء إلا ليقبله. وشكر بيقول في المناجاة وكيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك، أم كيف تخيب أحوالي وبك قامت إليك، أم كيف أترجم لك بمقالي وهل يغيب عنك حالي. كل دي معاني يستشعرها الإنسان اللي هو عرف الحق، إنما اللي لسه بيبحث عن الحق ما يستشعرش لأنه لسه بيبحث. وإن قال له لم أسمع جعله من العوام، ويقول له وكيف يكون دعاء خالص مخلص لا يسمع صاحبه جواب مسألته، هذا محال. فكان هذا عنده من قبيل المحال لأن هذا كان حاله. ولهذا المعنى كان سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة وأرحنا بها يا بلال، فإنه يبرد ظمأ المجاهدة بعذوبة برد شراب المنجاة، فتستريح برحاؤه عليه السلام. مش كده برضه عندك كده؟ ها؟ فتستريح، ما تنفعش مين؟ فتستريح، ها؟ هي برحاؤه يعني روحه.
عليه السلام بذلك، وقال عليه السلام وبرحاء يعني نفسه روحانيته ونفسه، وقال عليه السلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لك، يعني حقيق أو حق، فقمن يعني حق وحقيق لما فيه من القرب والتداني، وهذا خاص بأربابه في الفهم والحال. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهله وإلا فلا تحرمنا التصديق به. يعني ما كنتش انت بتستشعر هذه المعاني ما تكذبش بيها، صدق بيها وسلمها لأهلها وخلاص. لكن في بعض الناس طالما ما بتحصلوش حاجة يبقى ما فيش. الله، هو انت طالما لم تجد معناه غير موجود، فقد لا تجد الموجود، مش كده برضه؟ فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فإن لم تجده لا يدل على عدم وجوده، بل يدل على فقدك أنت ووجود غيرك له. وربنا جعل عباده درجات، أنا مثلا من حوالي 35 سنة جبت الفتوحات المكية للنهار، جبت نصف حطيتها في المكتبة وقعدت أقرأ فيه يوم اثنين ثلاثة أربعة مش فاهم حاجة، أقاوم كمل تاني واقعد اقاوح برضه مش فاهم الراجل عايز يقول ايه. طلعت في الاخر وقت قبل الكتاب وقريت الفاتحه للشيخ محي الدين بن عربي ورحمت عليه وسلمت له، قلت ده الراجل ده ازاي بيتكلم من بحر احنا لسه ما نعرفوش، لكن ما اعترضتش عليه. يوم رد من رحمته من 30 سنه، يعني بعدها ب 30 سنه، يعني حوالي من 3 4 سنين فاتت، لقيت نفسي بقول كلامه من غير ما اقراه. فرحت رجعت اقراه تاني لقيت الكلام اللي بيقوله ده انا بقوله في دروسي. ببركه ايه؟ التصديق. ان انا صدقت وانا مش فاهم. وقلت ده في ناس، لكن في ناس قرات ابن عربي صفحه اثنين ثلاثه انكرت بس شتمت الشيخ، يعيشوا طول عمرهم ما يفهموش كلام الشيخ، مقفول. والعجيب ان هو قال كده في المقدمه بتاعته في الصفحه العشرة او العشرين مش فاكر من الكتاب، قال ان كلامنا هذا مغلق على من يكذب بحالنا، فان سلم لنا فتح له فيه. والله قايل كده سبحان الله. فلازم ايه، علشان كده الشيخ بيقول لك كده، ان ما كنتش انت بتدرك هذه المعاني صدقها وعديها ما تكذبهاش، لان ايه، الناس ليها احوال كثيره. ورفعنا ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه درجات، فسلم امرك لله. والحال اللهم انا نسالك ان تجعلنا من اهله والا فلا تحرمنا التصديق به. عشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي كان يقول ايه؟ يقول التصديق بنا ولايه. لان الاولياء دول كل واحد بيتكلم من بحر شكل غريب كده ساعات ويعبر تعبيرات غريبه. فهمت؟ فلما يجي يعبر تعبيرات غريبه يجي واحد يعترض يبقى ده عمره وهيبقى في يوم من الايام ولي. لكن اللي مش هيعترض يبقى في عنده نوع من التسليم وعنده نوع من التواضع وعارف انه جاهل. يقوم ربنا سبحانه وتعالى لما تتواضع معاه يعمل ايه؟ يرفعك، يقوم يخليك ولي في يوم جاي. عشان كده التصديق بنا ولايه يعني يؤدي الى الولايه. فاهم؟ لكن الانكار من الاول على الاولياء فده نوع من المعاداه النفسيه للولي، ومن عادى لي وليا اذنته بالحرب، والحرب هنا هتكون ايه؟ حرب الحجاب، يحجبه. فهمت بقى؟ يحجبه عن المعاني دي. فخد بالك يا سيدي، لان احنا ما شفناش حد يعترض على الاولياء ونفع عهده. يعبدوا ليل نهار لا يرتقوا، يغيب عنك 20 سنة وهو ما قطعش العبادة، ويقابلك تلاقيه زي ما هو، ولم يفتح عليه في شيء، ولم يفهم أزيد من اللي يفهمه عوام الناس. ليه؟ لأنه خلاص عاد الأولية فضرب بينه وبين الفهم حجاب. فلو يقعد يختم القرآن كل يوم في ركعة ولا هيوصل لحاجة. يحضر أحدكم صلاته بجوار صلاته. يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه؟ التراقيم. السبب إيه فيهم؟ عشان كده الشيخ بيقول لك اوعى تقع في حجاب ايه؟ المنع من الترقي.
وحجاب المنع من الترقي ألا تسلم أن هناك من هو أفضل منك. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده احنا قلنا إن بداية الطريق أن تعلم أنك أقل الخلق، تتواضع، مش تعمل كده وتقول أنا هعمل كده عشان أتنازل. لا، ما أنت لو استشعرت بالتنازل ده عين الكبر. لا، ده أنت تعتبر نفسك أقل الخلق، وإن فعلا كده أنت مش نزلت عن حاجة عالية علشان تبقى أقل. لا، ده أنت أقل الخلق فيها، ده تراب ابن تراب. لأنه ما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن إذا تكلمت وأنعم الله عليك، فدي مش ذاتية منك، فأنت ما زلت تراب ابن تراب. هي الأرض هتيجي تتعايق علشان هي طالعة فيها شجر التفاح، تقوم تتعايق على حتة أرض تانية صحراء ما تطلعش فيها شجر؟ ما دي أرض ودي أرض، ده تراب وده تراب. بس ربنا منع على دي إن طلع فيها شجر التفاح، والتانية لم يزرع فيها نبات. فلا شجرة تفاح من الأرض ذاتها نابعة من الأرض ذاتها، ولا المنع ده ناتج عن الأرض ذاتها، بل المنع هو الله والمعطي هو الله. فما بكم من نعمة فمن الله، فازاي تظن انك انت يعني ليك فضيلة زيادة؟ فتتنازل عن، تتنازل عن ايه؟ طلعت نزلت انت أرض. وعلى شكل قالوا ان الصوفي كالأرض يطأه كل الناس، واخد بالك ازاي؟ متواضع يعني. فدي نقطة مهمة يعني، انت لو عرفت من كل الموضوع ده الحتة دي بس، وهذا خاص بأربابي في الفهم والحال، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهلي، وإلا فلا تحرمنا تصديقي. لو سمعت دي بس وفهمتها دي كفاية عليك فيها سعادة. وأما الملكي فهو كل ما يدعو إلى خير. الملك الخاطر الملكي يدعوك لأي طاعة، مش شرط طاعة بعينها، إنما الخاطر الرباني يدعوك لطاعة بعينها. يجي لك حالة قهرية وهو كده عايز تصلي، ما تقدرش ما تصليش دلوقتي، تلاقي نفسك قاعد تصلي كده مش قادر تقاوم. فهمت؟ ده حاجة قهرية. أو يخليك مثلا لازم تتصدق بالصدقة أو تذكر ذكر معين، بحيث حتى لو بطلت تلاقي قلبك شغال فيه. يبقى دي حاجة ربانية دي. الخاطر الرباني قهري لعبادة معينة وطاعة معينة لا تستطيع أن تقاومه، زي الجوع كده، تلاقي نفسك جعان تعرف تقاوم الجوع إلا لما تاكل، ما تعرفش تنكر الجوع وهو جواك فيصبح ضروري فيك. إنما الملكي لا، يعرض عليك الطعام يقول لك ما تقوم تقرا قرآن، تقول له مكسل مش متوضأ، يقول لك طب إيه صلي على النبي، تقول له انا صليت الصبح على النبي النهارده. طيب يا سيدي اتكلم في التليفون واسال على صاحبك العيان ده يمكن تعوده وتاخد ثواب العياده في النبي. تقول له التليفون ده يبقى يعرض عليك طاعه ورا طاعه ورا طاعه، يعني عايزك تبقى مطيع وخلاص. فهمت؟ ده خاطر الملك. اللي عكسه بقى الشيطان، عايزك تبقى عاصي وخلاص، اي معصيه اي معصيه، ولو ما عرفش يخليك تعصى يقوم يخليك تعمل العباده الادنى في الثواب. المهم اللي يجي منه احسن منه. الشيطان مدبه كده معاك. فاهم؟ يفضل وراك يامرك باي معصيه. الكبائر تقول له لا الكبائر ما اعملهاش اعوذ بالله، يقوم يامرك بالصغائر. تقول له لا ولا الصغائر كمان، يقوم يامرك بفعل خلاف الاولى. تقول له لا ولا خلاف الاولى، يوم يقول لك ينهمك في المباح، كل واشبع ونام واشبع والبس واشبع، كل ده مباح بس يضيع وقتك. فاهم؟ بدل ما انت متجوز واحده اتجوز اربعه، واخد بالك، ويعيش طول عمره واحد ايه يصالح الستات ويضيع عمره. ما دي ملويه ودي راضيه، واللي يرضي دي يدوي دي، واللي يرضي يعيش طول عمره قاعد ايه بيصالح الناس وفي الاخر مش هيعجب برضه. يقول له يا اخي ده الزواج مباح يا اخي، ابو بكر الصديق كان متجوز مش عارف، وعمر بن الخطاب كان متجوز، سيدنا الرسول كان متجوز تسعه، ايه يعني اتجوز؟ فهمت ازاي؟ يبتدي يزينه يزينه لحد ما يغرق. يبقى الاول امر بالكبائر، قال لا ما عمل الا الكبائر.
هذا طب يعمل الثراء. لا طب يعمل خلاف الأول. ما فيش فايدة. طب انهمك في المباحبة يتغلوا. قال له لا أنا المباحبة برضه عايز أخذ قدر الحاجة. يقول له خلاص. يقوم يفتح له باب العبادات المستحبة التي تضيع الواجبات. فهمت بقى؟ يوم يقول له صوم كل يوم. يوم ما يصوم كل يوم يضعف. يوم بدل ما كان بيصلي كل فرض في الجامع يصلي الفروض في البيت. فهمت؟ يدل على صيام نافله يؤدي الى ضياع الفرائض. بدل ما كان مجتهد في عمله وبياخد رزق حلال ويقتل صنعته، الصيام خلاه مكسر. فبقى ما يقتلش صنعته. فهم ايه؟ لان اتقان الصنعه واجب وصيام اللي كل يوم ده نافله. هو عايز ياخد منك اي حاجه، يوم يفتح له باب عباده نافله تضيع عليه واجبات. فهمت بقى الزاويه؟ انا وكثير كده شفنا ناس كتير بقى في الاسلام. وهكذا بقى يفضل الشيطان مع ده اسمه ايه؟ خواطر الشيطان. الخاطر النفساني يبقى عايز منك حاجه معينه بعينها زي الطفل كده. يمسكك يا بابا عايز جيلاتي، عايز جيلاتي، لو جبته شيبسي يقول لك لا عايز جيلاتي. تجيب له سندوتش همبرجر لا عايز جيلاتي. تجيب له زيت بيبسي لا هي جيلاتي. تجيب له بنطلون يلبسه لا برضه هي جيلاتي. تجيب له كيس ترمس لا برضه هي جيلاتي. فهمت ازاي؟ يبقى دي نفس. النفس تزن على حاجه معينه زي الاطفال. عارف الاطفال دي نموذج للنفس. فهمت بقى؟ الطفل كده. كان في واحده عرفتنا وهي طفله كده ماشيه مع خالتها. فبتقول لخالتها عايزه ايه ترمس؟ قالت ايه خالتها؟ جابت لها جنيه. وبعد شويه جابت لها سندوتش، بعد شويه جابت لها بسبوسه. في الاخر قالت انت ما جبتليش حاجه. طب ليه؟ انا عايزه ترمس. هو انا قلت لك تجيبي لي الحاجات دي؟ فهمت ازاي؟ فهي النفس كده. ما تشبعش الا في البيئه اللي هي عايزاه بس. فالخاطر النفساني كده يزن على حاجه معينه. فهمت بقى؟ خالف النفس والشيطان واعصيهما. شوف كلامه بقى. خالف النفس والشيطان واعصيهما وانهما محاباك النصح فاتهم. يعني لو نفسك امرتك بطاعه اتهمها. اشمعنى دي يا نفس تعالي هنا؟ تختاري دي ليه؟ هو بيحب الظهور. هو نفسه تامره بانه ايه؟ يواظب على صلاة الجماعة كل يوم في المسجد الأول مش كل الناس تشوفه. نفس عايزة. تعالي أنت عايزاني ليه يعني أروح في المسجد الفلاني ده كل يوم في الحتة دي؟ عشان كده كان زمان مشايخنا يقولوا لنا لما تواظب على صلاة الجماعة تصلي كل يوم في جامع شكل. عشان كل جامع ليه رواده. فتبقى محدش دريان بيك. لحسن نفسك تخش لك إنك أنت تبقى من أعمدة هذا المسجد. وتشتهر. فكانوا مشايخنا يقولوا لنا كل يوم والتاني تغير المساجد، غير المساجد. كثرة الخطى للمساجد. عشان كمان ايه؟ الناس ما تشوفكش. تقوم تقول عليك ده راجل ايه؟ لأن النفس أصلها ايه؟ عايزة إعجاب الناس ولو بالنظرة. ولو الناس تنظر له بإعجابه. بلاش الكلام. فدي النفس كده خطيرة. خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حراك النص فاتهم. ولو قعد ينصحك كتير برضه تهمه. كان احد الاولياء الكبار اللي كان ايه يعني بيربي نفسه كده ويخالفها في بغداد ايام التتار، غزو التتار. فكل الناس خرجت تجاهه وهو قاعد في خلوته. فنفسه تقول له اخرج جاهد، اخرج جاهد، كل الناس بتجاهد، ايه المعركه؟ قال لها والله انا عمري ما شفت نفسي بتامر بحاجه زي دي، حاجه غريبه قوي. قولي الحقيقه يا مجرمه علشان انا بتهمك. يعني نفسه بتامره بحاجه كبيره انه يستشفى ويخش الجهه. لكن هو برضه مش مستريح لها. وراها عقربه. الامر ده وراها عقربه. فقام في الاخر ربنا كشف له نفسه في المنام. في سوره حوار بيساله. فيقول لها بقى تعالي هنا انت ليه يعني عايزاني كل يوم تقولي لي قوم قوم اخرج؟ قالت له اصلك انت كل يوم بتخالفني فبتقتلني كل يوم 1000 مره وما حدش سامع عني. لو خرجت وقتلت هتموت تاخد شهره ويقولوا الشهيد. يعني عايزه كمان تشتهر حتى ولو بعد الوفاه. المهم يعني تسمع بتحاول خلاص. ويبقى ليها مقام.
فهمت بقى ادي معنى كلام الشيخ: خالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما ما حضاك النصح والتهديد. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان كثير من يخالف نفسه. يقول لواحد رايح يشتري لحمة، بيقول ليه تشتري لحمة النهاردة؟ قال له والله اشتهيت اللحمة. قال له والله كلما اشتهيت اشتريت. حاجة غريبة، كلما اشتهيت اشتريت. مين اللي علمك الأولين دي؟ يعني ممكن واحد يشتهي حاجة ويقول لي قبل سنة واثنين وثلاثة، ويقول لي ما يعمل بعد. الشرط أول لحمة ما يحتاج حاجة يعملها على طول، قبل شوية مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ايه ما تجيبها وقت ما تحب انت، مش وقت ما نفسك تحب، عشان تبقى انت اللي بتقود نفسك مش نفسك اللي ما هو مش عايز انت ماشي تتنطط وتقول عايز مش عارف ايه عايز ايه. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.